السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الغاليين يا اهلا وسهلا مشتركين الجدد تم الكشف اليوم رسميا عن صور حصريا لهوندا اكورد موديل الفين ثلاثة وعشرين الجيل والشكل الجديد من سيارة السيدان الفاخرة اكورد وسيتم طرح سيارة السيدان الفاخرة الجديدة هوندا اكورد على الارجح في وقت من العام التالي منذ طراز الفين ثلاثة وعشرين إلى جانب بعض التعديلات الخارجية المعتدلة قد تتميز السيارة السيدان القادمة بوظائف أكثر انتظاما وسيبدأ سعر هذه السيدان مرة أخرى عنده خمسة دولار لفئة ال LX لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد وشكرا